أسامة الإدريسي حسم أمره واختار الدفاع عن ألوان بلده الأصل وليس المولى عوض بلد النشأة والتكوين. التأكيد جاء عبر وسائل الإعلام وزفته تغريدة لمدرب المنتخب المغربي. إيرفي رونار بشر المغاربة وهنأهم بانضمام ابن 22 مشيدا بإمكانياته التي ستشكل إضافة على حد تعبيره. من أبوين مغربيين ولد أسامة في مدينة بيرخ أوبزوم الهولندية. عشقه للمستديرة ظهر منذ نعومة أظافره، وبمساندة من الأب مر الإدريسي بأندية مختلفة إلى أن وقع أول عقد احترافي مع نادي خروننغ عام 2015. تجربة عادت بالنفع على اللاعب الذي تطور مستواه وانفجرت مواهبه وسلطت الأنظار عليه. في يناير 2018 انتقل إلى إياف وكان وراء 7 تمريرات حاسمة في 19 مباراة، وتم اختياره أفضل مراوغ في الدوري الهولندي وأفضل هداف في مسابقة الكأس عن العام ذاته. على مستوى المنتخب تدرج أسامة الإدريسي في الفئات السنية للمنتخب الهولندي منذ 2011 إلى أن وصل إلى سن النضج بل سن اختيار. رغم اهتمام منتخب الطواحين استدعي الإدريسي لأول مرة للمنتخب المغربي. حضر معسكر أسود الأطلس قبل مواجهة الكاميرون في تصفيات أمم إفريقيا، لكنه طلب مهلة لحسم موقفه. مهلة انتهت بارتمائه في حضن الأسود ليكون ثالث برتقالة يقطفها المغرب من الحدائق الهولندية في آخر سنتين بعد نجمي أياك حكيم زياش والنصير المزوي.